وش اللي صار أمس يا جماعة؟ يعني شفتوا اللي شفناه؟ تابعتوا اللي تابعناه؟ حلم، خيال، إبداع، تنظيم أيضا أكثر من رائع بصراحة. ليلة عصية على الوصف، ليلة تاريخية تستحق أن يكون عنوانها طلال مداح. شكرا لهذا الوفاء العظيم، شكرا لقيادة المملكة العربية السعودية، شكرا لخادم الحرمين الشريفين، وأيضا شكرا لعراب الرؤية سمو سيد ولي العهد على كل هذه المنجزات، على تكريم وتقدير رموز الوطن عبر التاريخ، ومن نجاح إلى نجاح أكبر بإذن الله. خلونا نعيش بعض اللحظات الجميلة ونسترجع أيضا مع بعض تفاصيل هذا الحدث في هذا الملخص. يمكن ما يعرف انه طلال ما له هوايات غير الموسيقى. يعني طلال ترى من اعظم عازفين العود، اللي يطربك يخليك تطرب لما تسمع عزفه العود. لا تروح مريحه. كان في انسانيه كبيره جدا. كان انسان محترم حنين جدا. مدرسه في التواضع. تواضع جدا جدا جدا. اسهل فنان وارق فنان تعاون معه هو طلال مداح. انت الجنوب وانا الشمال. من أكثر اللحظات المؤثرة في هذه الليلة التاريخية كان دويتو اللي جمع بين الفنان الراحل طلال مداح وفنان العرب محمد عبده بتقنية الهولوغرام. كانت لحظة مؤثرة فعلا، خلونا نتابعها. قلبي تولع بالرياض، حبي ورثته من الجدود، يا صفحة ناصعة البياض، زرعت الصحراء ويرود. قلبي تولع بالرياض، حب ورثته من الجدود. يا نجد يا أرض وسماء، يا جزعان وسط اللسان، الحب ما لي فيه رأي، ما ظل لي غيرك مكان. يا نجد يا أرض وسماء، يا جزعان وسط اللسان، قلبي تولع بالرياض، حب ورثته من الجدود، يا صفحة ناصعة البياض، زرعت الصحراء.